اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا، برحمتك وفضلك وجودك ومنتك يا أرحم الراحمين. إلهنا مولانا خالقنا رازقنا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا مغيث اللهفات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار، برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في حرمك المبارك وبجوار بيتك العتيق، اللهم فاجمعنا في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين، من غير حساب ولا عذاب، من غير حساب ولا عذاب، برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا
ومرضى المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا، اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، اللهم واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز للإسلام والمسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضى. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى والرشاد. اللهم اجعل اجتماعهم بالتوفيق مكللا برحمتك وفضلك وجودك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين وأراد قبلتنا، اللهم عليك به، اللهم شتت شمله. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين وأراد قبلتنا بسوء، اللهم فاجعل كيده في نحره، اللهم فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك برحمتك يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم ردهم سالمين غانمين منتصرين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات. اللهم وافسح له في قبره مد بصره. ومن كان منهما حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته وتوكل عليك فكفيته واستغفرك فغفرت له. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر.